السلام عليكم. بصوا يا جماعه، جالي اكتر من استفسار الناس اللي عايزه تجتاز الاختبارات الرياضيه في الكليه الحربيه. ركز معايا بقى عشان ان شاء الله بقى في نهايه الفيديو ده تحصل على 200 درجه كاملين. اولا هم بيبقوا عباره عن مجموعه اختبارات، الاختبارات دي الحصيله بتاعتها بتبقى 200 درجه. طيب هل مهم ان انا اجيب اعلى درجات؟ طبعا مهم. يعني سي لو احنا اتنين زملاء، احنا مثلا انا جايب مثلا 80% وانت جايب 80%، في كشف الهيئه لو انت جايب اعلى مني في الرياضي واحنا الاثنين مجموعنا واحد بياخدوا الاعلى، ده حاجه منطقيه جدا. لو انا جايب 80% وانت جايب 80% وانا جايب مثلا 150 وانت جايب 170 في الرياضي، يبقى بالله عليك هيختاروا مين؟ هيختاروا ب 170. فبالتالي مهم جدا ان انا اموت نفسي في الاختبار الرياضي. طيب الاختبار الرياضي بيبقى عباره عن ايه؟ بصوا كده يا جماعه، اولا اهم حاجه قفزه الثقه. قفزة الثقة زي ما هتبان قدامكم دلوقتي مهم جدا. بتبقى على ارتفاع قد ايه؟ بتبقى على ارتفاع 7.5 متر، يعني تقريبا بتبقى على ارتفاع دورين، تمام كده؟ ما تقلقش، مهمة جدا. انا بنزل زي المسمار كده، ايدي جنبي ورجلي جنبي، وبقول اسمي والكيت بتاعي ورقمي وبقوم ناطط. وما تقلقش، لو ما بتعرفش تعوم مفيش منها مشكلة خالص، هتلاقي المنقذين تحت وهياخدوك. التاني نقطة ودي برضو مهمة جدا، الضغط. بصوا يا جماعه، انت لما بتيجي تلعب ضغط بتنزل وانت نازل بيبقى في عقله فوق عقله تحت كده وايده والتانيه لفوق المختبر، فانت بتنزل بتلمس ايده، صدرك يلمس ايده وتطلع تاني، واهم حاجه كوعي للجنب مش كوعي مفتوح، كوعي للجنب. بنزل المس واقوم طالع، بلمس انزل المس واقوم طالع، وهوري لكم فيديو دلوقتي. تاني حاجه مهمه جدا، العدد بتاع الضغط المفروض 40 عده، وال 40 عده دول عليهم 40 درجه، ضروري جدا تجيبهم وما تقلش. اللي بعد كده نفس الدرجات بتاعته بتاع البطن بتاع تمرين السيت اب، واوريكم دلوقتي عملي دلوقتي التمرين ده. السيت اب بقوم ولازم ايدي تعدي ركبتي، يعني انا لما بقوم ايدي تعدي ركبتي، ده حاجه مهمه. الاختبار اللي بعده ده برضه عليه 40 درجه، مهم جدا ان انا اجتازهم كلهم. لو جبت ازيد ده حلو طبعا، لان انت بيتكتب قدامك الرقم اللي انت جبته. سي انت جبت 80، خلاص هيتكتب قدامك 80، فبالتالي انت ليك افضليه على اللي جاب ال 40 او اللي جاب ال 30. فطبعا تحت ال 40 الدرجات بتقل. بعد كده العقله، العقله يا جماعه هم عباره عن 10 عدات عقله، لازم رقبتي تعدي البار، رقبتي عدت البار بتتحسب، رقبتي ما عدتش البار ما بتتحسبش. ما قلش عن 10، ويفضل ان انا ازود. جبت 10 هاخد ال 40 درجه بتوعهم. بعد كده مش هاخد درجات، ولكن بيتكتب قدامي انا جبت كام عده، فانا جبت 20 جبت 25. موت نفسك عشان حلمك. اللي بعد كده في حاجه اسمها عرضه التوازن، بتبقى حاجه على توازن كده، عرضه خشب على ارتفاع 1.5 متر، بيشوف سهله جدا جدا جدا، بتمشي عليها لمسافه صغيره بتاخد برضو درجاتك كامله. دي من اسهل الاختبارات في الرياضه. بعد كده الجري السبرنت ال 100 متر. بصوا يا جماعه، السبرنت ال 100 متر لازم تجري باقصى سرعه ولا تتعدى ال 14 ثانيه، يعني تمرينك ابدا اتمرن عليه دلوقتي انك ما تعديش ال 14 ثانيه في الايه؟ في ال 100 متر، ويفضل طبعا انك تكسر، كل ما بتكسر ال 14 ثانيه كل ما بتاخد درجتك كامله وده بيبقى افضل. الاختبار اللي بعده ال 1500 متر، يعني ال 1500 متر اللي هم الاربع لفات في التراك، ده مهم جدا مهم جدا ان انت تكتسهم في اقل من 6 دقائق، ويفضل يبقوا 4 دقائق 4 دقائق ونص، دايما اتمرن عليهم. 6 لفات في التراك، تمام؟ 5 6 لفات في التراك كده، ركز عليهم جدا وموت نفسك فيهم. ما تبداش سبرنت لانك في النهايه هتتعب، بالعكس ظبط وقتك. انت معاك تايم، معاك ابل ووتش او معاك اي حاجه، ساعه ابدا ظبط عليها التراك بتاعك وجري. ده مهم جدا جدا جدا، عشان ما تجريش اول لفه تلاقي سبرنت، وتاني لفه تلاقيك خلاص بتشحر، وتالت لفه انت ما انتش قادر بتموت، وتلاقي كله سبقك. بالعكس خليك ذكي جدا، وخلي خطوتك سريعه وبرده متوسطه في البدايه، وفي النهايه اخر لفه هي دي اللي تقوم فاتح فيها في اخر 200 متر. بعد كده يا جماعه السباحه، السباحه بيبقى اختياري، يا اما بتختار ان انت تعوم بالطول يا اما تختار بالعرض. العرض طبعا درجته اقل بكتير، ودرجته بتبقى من 10 درجات ايا يكن بقى بتعوم بطريقه ايه. والطول بيبقى اقل من دقيقه، بتجتاز الطول في اقل من دقيقه، طول الحمام 50 متر وده بيبقى عليه 20 درجه، يعني الضعف. مهم جدا، اه طبعا كل ما بتحصل عدد اكبر كل ده ما بيبقى مفيد بالنسبه لك اكتر. دي الاختبارات الاساسيه والمهمه جدا اللي انت لازم تكون واخد بالك منهم. بس شرط قبولك في الكليات الحربيه او العسكريه عموما قفزه الثقه. ما قفزتش خلاص ما انتش داخل الكليه نهائي، مستحيل. تعالى بقى السنه الجايه.
طيب النقطة التانية والمهمة اللي أنا كنت عايز أوريها لكم اللي هو التمرين بتاع الضغط. بصوا كده ركزوا، الضغط بتاعي هيبقى إزاي؟ لازم إيدي تعدي، لازم كوعي يعدي كتف كده، وصدري يلمس الأرض. يعني بصوا أهو، بصوا أهو، دي بتلمس الأرض أهو وبطلع. بصوا كوعي عامل إزاي؟ أهو بطلع، لازم أجي كده لورا وبطلع. بصوا أهو جسمي كله خط مستقيم أهو، وأطلع أهو وأطلع. هتلاقوا الموضوع سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا. أتمنى الحلقة تفيدكم وشكرا لكم.